في واجب في هذا المقرر. كويس ان احنا لقينا فرصة نتكلم على الواجب. واجب انه في مادة 80 والمادة 81 من النظام. استاذن حضراتكم تقروا المادة 80 والمادة 81 قراءة دقيقة تفصيلية، وتحاولوا يعني نقول تعليق على المادة، او يعني بلاش برضو تعليق او بلاش شرح، خلينا نقول انه لو في حاجة مش واضحة في المادة بعتولي على الخاص رسالة بما هي المسائل الغير واضحة في هذه المادة. مادة 80 تتحدث عن حالات يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد العمل دون مكافأة العامل او دون اشعاره وتعويضه، والمادة 81 بتتكلم يجوز فيها حالات يجوز فيها العامل ان يترك العمل دون اشعار ايه صاحب العمل ويحتفظ بكافة حقوقه. دي شوية بتتكلم عن المشاكل بقى اللي بتحصل ما بين العامل وما بين رب العمل، وبتضرب امثلة لها. ان كانت فيها حاجة غير واضحة اسألنا حضراتكم تقروها قراءة دقيقة وتفصيلية، وغير الواضح منها ان شاء الله تتواصلوا معي على الخاص، وان شاء الله ربما نجد فرصة لشرحها بالتفصيل ان كانت غير واضحة، لكنها حالات واضحة وامثلة واضحة وبسيطة. بس انا عايز اشوف مين منكم اللي متابع المقرر معايا بالتفصيل، ومين اللي بيقدر يقرأ من نصوص النظام او يرجع لنصوص النظام ويحاول يكون حريص فعلا على فهم هذه المواد، ويكسر بقى الحاجز اللي بينه وبين النظام ويقرأ سواء كان متخصص في القانون او غير متخصص في القانون. فالمادة 80 والمادة 81 من نظام العمل اقروها وبعتولي تعليق عليها او بعتولي اسئلة واستفسارات عنها ان شاء الله بإذن الله، ونجد فرصة للاجابة عليها. يبقى ده الواجب. كويس ده مقطع من مقاطع اللي احنا بس مخصصينه لواجب قانون الاعمال او واجب قانون او واجب نظام العمل او واجب هذا المقرر.